أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم لحوار مفتوح. موضوع الساعة هو الانتخابات، ولكن ثم الاكتواليتي برولان زادة، والحدث اللي عاشته تونس البارح في الليل، الاتنتا دونت ايتي فيكتيم الأخ محمد علي النصري رئيس قائمة مستقلة في الجسرين. محمد علي النصري حاليا في العلاج في الهوبيتال ميليتير متاع تونس، لتا متاعو استابيليزي، ربي يشفيك يا محمد علي. مباشرة ضيوف الحصة اليوم المحلل الناشط سي عياض اللومي، الناشط السياسي مستقل ولا مش مستقل؟ مستقل تمام. مستقل هو الهارت هذوما ما عادش عارفين شكون مستقل وما هوش مستقل. في كل الحالات مرحبا بك يا سي عياض. شكرا سي عياض. سي منصف جوجة ماكش ناشط انت، اما محلل سياسي هذاك ثابت. لا مش ناشط. ماكش ناشط، قطعت عن النشاط قاعد اون ايتا دو في تويك بور لاستان دوبسيرفاسيون. مرحبا بك سي منصف جوجة. عايشك سي الهادي. سي الهادي بن سرتي. سي الهادي، انتم العائله معروفه اكثر في الكره كو في السياسه. والله في الكرة ما معروفين أكثر، لكن أنا ما نتحدث في السياسة. عندكم مثلا ما نقولوش لأنتم دخلاء ملا في عالم السياسة. لا ما نحن دخلاء، ما كنتمش دخلاء في عالم السياسة. أنا منذ الصغر وأنا في عالم السياسة. مرحبا بيك هادي بن زرتي، ناشط سياسي كذلك. عياض قبل ما نحكيه على الوضع وعلى الانتخابات، كيفاش تقبلتوا النبأ هذا نتاع الاتنتاد نتاع تي فيكتيم محمد علي النصري البارح في القصرين؟ محمد علي النصري اولا نتمنوا له الشفاء العاجل، ثانيا معناها سيت ميراكولي نعم من الموت المحقق. وانا شخصيا حسيت انه الكلنا نجم نكونوا في بلاصتو. انا البارح شماريخ تضرب بحدا داري، ما نخبيش عليك بما اني من معناها عندنا سياسيا علاقات معينه، نخلي له هو المجال باش يفصح عليها. كنت باش نتحول القصرين ولكن قالوا لي ما تمشيش. بون في العقل الحقيقه محمد علي جابوه لتونس وتوا حاليا في المستشفى العسكري بتونس. يعني كان شوليو بلادنا كيفاش نتنقلوا لجهه معينه يعتبرها الاقارب ولا ناس المطلعين على الموجود، وانه تولي كانوا عمل انتحاري. يا اخي هذه بلاش بها الحياه، معناها هذا ناس ولا تدخل لنا لديارنا باش تضربنا. يمكن انا اليوم معاك في البلاتو، الله اعلم غدوه موجود ولا مش موجود. وذاك علاش الحقيقه رحبت بالدعوه نتاعك باش اللي فما خنقولوه، لانه الاعمار بيد الله هي لا محاله. ولكن امانه على كل تونسي حقيقه اليوم باش انتهى موضوع المحاباه وهذا موضوع الارهاب. يا احنا يا هالارهاب هذا، لانه هذا مش سياسه، هذا ولينا سلو كانيباليزم بوليتيك. اذا كان واحد يترشح في قائمه ائتلافيه ولا يحب يعمل مشروع ولا عنده راي يحب يقدمه، نهجموا عليه في داره كما كان يقول الزعيم بورقيبه، حوت ياكل حوت وقليل الجهد يموت. معناها مش في السياسه. لا هذا مش حوت ياكل حوت، هو مش قليل الجهد، هو هذا غدر دبار. وثانيا ماهوش مسموح به، وانا نحمل المسؤوليه للناس كل، سواء من رئيس الحكومه نبدا به اللي كانه معناها يعلم فينا باللي حضر روحكم، ما عندوش باش يقول لنا الكلام هذا. امور اساءت كثيرا للاقتصاد وللوضع، معناها نوع من البارانويا حتى في الواحد. نعتبره شريك انا في الارهاب هذا اليوم، هو وزير داخليته وزير كلمه العالم. كبيره هذه يعني. انا نعتبر وانه الناس هذه اللي مش قايمه بواجبها واللي قاعدين الناس تدخل لنا لديارنا باش تقتلنا، وقتاش باش نحملوهم المسؤوليه؟ يا روح ما بعدك روح سي رياض، شكون مازال؟ دكتور منصف جوجة، تتصورش في الظروف هذه انه نجموا اليوم نحكيوا على انتخابات ونمشيوا للانتخابات، واللي الناس معناها اليوم فيكتيم داتاك فرونتال جهار بهار في ديارهم؟ هو راهو من غير مبالغه سي رياض، سواء الوزير رئيس الوزراء او وزير الداخليه او كبار المسؤولين الامنيين والعسكريين قالوا انه الانتخابات هذه باش تعرف يعني تصاعد موجه قويه للارهاب في تونس. اذا يعني الانتخابات ستكون دمويه. هذا يعني ترجمتها في الواقع، وبدات مع المذبحه اللي كانوا ضحيتها شهداء الجيش الوطني في تشعامبي. فاجماع الطبقه السياسيه على انه الانتخابات يعني كل العمليات الارهابيه تهدف الى
إفشال العملية الانتخابية ترجمته ايش معناها بالنسبة للمواطن العادي؟ يعني باش ندفعوا ضريبة غالية، ضريبة الدم، إذا نحبوا ننجحوا الانتخابات. هذا الترجمة اللي بعد. فالطبقة السياسية تتحمل مسؤوليتها، ما هو الثمن الذي يجب وإلى أي مستوى وإلى حد يمكن البلاد أن تتحمل ثمن هذه الانتخابات السياسية. نكونوا واضحين، مستعدين إلى أي حد، ثم لماذا؟ معناها الانتخابات أنت أمبري، معناها ساعة هو الانتخابات هدف الهدف الهدف الانتخابات هدف في حد ذاتها. يعني في أي بلاد في العالم الانتخابات هي تكون خطوة نحو المرور إلى مرحلة أعلى ومرحلة أحسن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وغير ذلك. ولكن يبدو أن الانتخابات التي أصبحت هدفا بحد ذاتها في حد ذاتها أولا ستكون يعني طريقها مدرجة بالدماء والمحاولة الاغتيال اللي كان تعرض لها السيد النائب ما هو موش الأولى مش الأخيرة، يعني مش باش تكون الأخيرة، باش تكون محاولات أخرى وممكن باش ندفعوا ضريبة الدم قوية ياسر. السؤال وما بعد الانتخابات؟ هل سينتهي الإرهاب أم لا؟ هل يعني سيأخذ منحة آخر؟ هل القيام بالانتخابات في حد ذاته ينهي الإرهاب؟ هذا هو السؤال. إذا ما ينهيش الإرهاب إذا لماذا الانتخابات؟ لأنه مشكلة كبيرة والأولى من البلاد. ولا سير هادي بزرتي أنت صديق حميم المحمد علي النصري، المحمد سي محمد علي النصري. علاش محمد علي؟ علاش استهدفوا محمد علي؟ خاطر هو السؤال هذا بنفسه اطرحناه المره اللي فاتت، قلنا علاش المرحوم، علاش الشهيد شكري بالعيد، وعلاش الحاج البراهمي، واليوم علاش ضربوا محمد علي النصري؟ رياض، انا قبل كل شيء نحب نتمنى الشفاء العاجل لمحمد علي النصري اللي هو اخي وصديقي ورفيقي زاد في النضال لمده تو عامين سنتين، وكان معاكم سابقا في نيدا تونس، وكان معنا سابقا في نيدا تونس. الرجل هذا قام باعمال كبيره ياسر في قصرين، ما هذا لا ينكر وما ينكر حتى دافع على اهلي قصرين، تحرك مع القصرين ياسر. هو من منطقه شعبيه، وهو سي هادي يظهر لي مثال نقولوه، هو ابن الشعب، هو خاطر دو سون ايتا انستيتور، هو معلم ولد الشعب، ولد الشعب. وكانت مواقفه كلها مع اهالي القصرين، كانت مواقفه واضحه سواء في القعدات الخاصه او في المجلس التاسيسي، اموره كانت واضحه من الناحيه هذه. ولهذا وقع استهدافه، لأنه يكون بالله هو خطر في على الناس الظلاميين هذوما. الظلاميين هذوما فين ماشيين؟ فين شنية؟ فين باش يوصلوا؟ فيديو قاعدة تسيركولي، سامحني سي هادي، الشعب التونسي يا رياض وقت اللي يسيل الدم راهو ما نجموش نحقروه. الشعب التونسي مهما وقت صار فيه الدم، خرجت فرنسا على خاطر الدم وصلنا للدم، مع النظام السابق وصلنا للدم، صار إن منها إلا صار وصارت الثورة توا الوقت الحاضر. فين ماشيين الناس هذوم؟ فين يحبوا يوصلوا؟ ما ينجموش راهم يقاوموا الشعب التونسي، ومش صحيح راهو حتى يدخلوا للديار ويضربوا وسترامي. شكون راه وانتم محمد علي النصر؟ فما عائلة كاملة كبيرة ما فيها تقريب 50,000 عبد، فين يحبوا يوصلونا للمستنقع العنف هذايا؟ فين يحبوا يوصلونا به؟ ما تونس راهي ما تتحملش الشيء هذا، ما احناش بلدان اخرى ما ينجموش يواصلوا في العمل هذا. سير هادي على رايك انت سولون فو شكون اللي ورا سو جور داتاك؟ معروفين. كيفاش معروفين؟ معروفين. لا مش معروفين، حتى كان جاوا معروفين راه وقفوهم. لا معروفين شكون هم، انا متحقق الا اذا كان ما كانش ملثم السيد راهو محمد علي يعرف، متحقق من ممكن يكون يعرف متحقق، لأن العمل ظاهر شكون اللي قاعد قايم بهالأنصار الشريعة، أنا ما نعرف شكون، أما لكن الناس ظاهرين هذي عمل، نمشي لداره ونعرف داره ونمشي له ندخل ندقدق على الباب نمشي ديركتومو. شو مش معناه؟ مش معناه معناه ناس ما تعرفوش، معناه ناس يعرفوه. محمد علي معلم ابن الشعب، حاول باش يترأس قائمة في حزبه السابق
وين با يو سو سو سيت اونور او سو بريفيليج حاول خرج كون قائمه شخصيه نلقى روحه في ريزو اخر اليوم. علاش هل المعلمين ما نجموش يكونوا رؤساء قائمات في الاحزاب الكبيره؟ شوف توا احنا ما انا ما نحبش نستعملها سياسيا لانه اخلاقي ما تسمحليش، لكن خليني نقول لك اللي سي محمد علي موجود في ائتلاف انتخابي اللي انا موجود فيه احد الداعمين لهذا الائتلاف الانتخابي، والائتلاف الانتخابي هذايا هو ضد الاستقطاب الثنائي. قائمات تونس العزيزه في تونس كامله جات لانه ناس من اصناف سي محمد علي ما لقاوش مكانهم في الاحزاب اللي هي كيما نداء تونس ولا كيما النهضه نقولوها. الى درجه احنا وصلنا من السخريه على هذا الاستقطاب. انا شخصيا طلبت وانه يقع انصهار ما بين النهضه ونداء تونس. شو اللي مازال ترى هذا الكماله نتاع نداء تونس تلقاها في النهضه، والكماله نتاع النهضه تلقاها في نداء تونس. ما عادش فما نقاش سياسي، ولات فما مصالح تديرها عصابات، والعصابات هذه من كل حد من وصوب سواء ماليه او معناها نتاع تهريب او نتاع سلاح نتاع مخدرات، ويتقاسموا في الغنيمه واحنا نتفرجوا. هل يعقل ذلك؟ انا مع وانه النهضه ولا حتى السلفيين يعطيوا رايهم ويشاركوا في الحياه السياسيه، لكن برجوليه. انت يعطي مشروعك وانا نعطي مشروعي، مش نجيو في البلاتوات نعملوا رواحنا ضد بعضنا وبعد نقعدوا في الظلام الدامس ونخرجوا طبخات اللي الهدف الوحيد منها هو مصان دم الشعب التونسي. هذا في قرار في رايي انا المستهدف هو اراده الشعب التونسي، هو انه الناس اللي تحب تعبر على رايها سواء في قائمات ائتلافيه او في قائمات مستقله لما لا، او في احزاب اللي هي ضد الاستقطاب الثنائي موجوسيت كما افاق تونس كما الجبهه الشعبيه كما لما لا المسار اللي مهما كان مشى للاخر دقيقه في المسار التوحيدي وفي الاتحاد من اجل تونس، وعديد العناصر نتاعهم يستحقوا التشجيع. فلهنا نحسوا انه كما قال سي منصف يعني يا اما ساعه باش توصلوا للانتخابات هذه اللي هو في حد ذاته نجاح راكم باش تعديوا بالدم وهذا خطير، ولا نوع من التهديد من عند السيد رئيس الحكومه. راهو المسار انا نعتبره تهديد، المسار الانتخابي سيكون دموي، معناها راهو مش مصلحتكم مش مشيو للانتخابات. وانا هذا قلت له من اول دقيقه راهو للاعضاء الحكومه نتاعو، لانه واضح للعيان وانه نيتهم ماهيش سليمه. الناس هذه تحب تقعد بعد نهايه الانتخابات لغايه لا يعلمها الا الله، برغم احنا بدينا نفهموها. باش قعد في الساحه السياسيه، قعد الاحزاب المهيمنه اللي هي صنيعه الاعلام حسب رايي انا وصنيعه برشا فبركه نتاع راي عام، بما في ذلك النهضه ماهيش حاجه كبيره. راهو النهضه على المستوى الميداني وعلى المستوى معناها العقائدي نفسه تعيش شرخ كبير. انت حزب ناضل مده قداش من عام باش يطبق شريعه، نهار اللي شد الحكم تخلي على المطلب هذا. تحب نفهم انا شنو الفرق ما بينه وبين اي حزب لائكي موجود في الساحة ينشط مثلا الحزب الدستوري؟ أنا أقول لك دستور هذا اللي صوتوا له الجمهورية الثانية فيه مساس بالمقدسات ومساس بالوجدان العقائدي بتاع التونسي أكثر من دستور 59 اللي هو عملوه زويتنا الحقاني المشايخ بتاع جامعة الزيتونة، فما أشياء ما تنزلوش عليها. فالموضوع اليوم بدعوة البراغماتية السياسية وبدعوة معناها الوصول إلى سدة الحكم لقاو رواحنا العديد الخطوط الحمر تجاوزناها. وانا اليوم علاش نتكلم بهالحماس هذايا؟ لانه الشيء اللي خوفنا منه، تذكر انا تحدثت على حمام دم قبل نعيش فيه وباش يولي على عينك يا تاجر، كان معش بكل شراب باش ندخلوا لكم دياركم ونقتلكم. هذا هو الموضوع. سي المنصف، اكثر من 1500 قائمه واكثر من 15000 مترشح، اسكو لو فوت يوتيل اللي يحكيوا عليه ان سونس اجوردي؟ Ou est-ce que le mode de scrutin n'est pas en train de reproduire aujourd'hui les mêmes effets pervers que les effets que nous avons vécu le 23 octobre les fêtes? Je suis en train de dire des détails, juste il y a nous le matrouh, ou bien fi, si Ayat, bien fi tarhou, fi charhou, ou يعني عملية الاستقطاب الثنائي اللي سيرت الحياة السياسية وعطات الوزن والريتم تاع الحياة السياسية لمدة 3 سنوات أدت إلى نوع من الاتفاق أو الوفاق اللي أنا أعتقده مغشوش. ونقول علاش مغشوش؟ مانيش ضد الاتفاق والوفاق، مع الوفاق. أنا مع الوفاق، وقلناها تو 4 شهور هنا معاك سي رياض أنه العودة
ينتجم تكون العودة إلى سلطة الحزب الواحد بذراعين، ذراع نداء تونس وذراع النهضة، إذا فما وفاق مخشوش. علاش؟ لأنه الوفاق الحقيقي يبنى على أساس إرساء ثوابت وقيم مشتركة يبنى عليها المشروع المجتمعي. هذا ما سارش، هذا إلى حد الآن عندنا زوز مشاريع مجتمعية متناقضة. إذا كل وفاق سياسي يتعمل من فوق، وخاصة إذا يتعمل في الكواليس والصفقات تعمل الكواليس، من نجم يؤدي إلا وفاق مغشوش. شنو اللي صاير طب؟ صاير يعني إحنا ماشيين الانتخابات نعرف نتائجها مسبقة بشكل آخر بتصريح زعماء الأحزاب، نحن ماشيين نحو حكومة وحدة الوطنية. أنا ما عنديش موقف مبدئي ضد ولا مع حكومة وحدة وطنية أو لا، لكن على أي أساس، على أي برنامج حكومة الوحدة الوطنية؟ إلى حد الآن رغم أنه كل بما فيها رئيس الجمهورية أعلن مؤخرا أنه مع حكومة وحدة وطنية، رئيس الجمهورية المؤقت، بما فيها زعيم نداء تونس، بما فيها زعيم حركة النهضة، بما فيها زعيم الحركة الدستورية، بما فيها الأحزاب الأخرى جزء كبير، متفقين على حكومة وحدة وطنية اللي هي باش تكون نتيجة الانتخابات. ما الانتخابات عليش؟ الانتخابات باش تكون نحو قسمة البلايس الدوزاج ولا أكثر ولا أقل، قسمة البلايس في المجلس النيابي. المجلس النيابي وشكون قال باش تكون هزيئة الانتخابات؟ هذيك موضوع نجم نترقوا له. أنا إذا 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 الهدف، خاطر الهدف من الانتخابات هي المنافسة واللي تعطي صندوق الاقتراع اللي عنده أغلبية يحكم، والأخرين يمشي في المعارضة. قالوا أنه هذا مش ممكن لأنه تونس تمر بمرحلة انتقالية، موضوع يتناقش وجدي. ولكن أنا نعتقد أنه قاعدين مهتمين بتوزيع البلايس ومعناها لي بورتفوي مينيستريال، ومانيش مهتمين بالجوهر. ولا حكومة الوحدة الوطنية هذه مهما كانت التركيبة متاع المجلس النيابي جاي، حكومة الوحدة الوطنية شنو برنامجها للمستقبل؟ مثلا شنو برنامجها للإرهاب؟ إذا أنت جيت تقول لي أنا نعمل، أنا صامد وراه يحب يفشلونا الانتخابات وهذا التحدي، وإحنا معنا أحسن حاجة، أحسن تحدي، وقالوها كل أحسن تحدي للإرهاب هو أنه نعمل الانتخابات. لا، أحسن تحدي للإرهاب وأنك تقضي على الإرهاب أمنيا وسياسيا وعسكريا، ولو أدى الأمر إلى تأجيل الانتخابات. هذا هو التحدي الحقيقي، أنك تجاك جاكلوسي كيلو مال، وباش يلقاو نفسهم بعد 23 أكتوبر عاودوا في نفس الحكاية. خرجت الحكومة جديدة، كيفاش باش تواجه الإرهاب؟ أسك الحكومة الجديدة هذه باش تواجه الإرهاب، فهمت، في العمق ولا مش في العمق؟ أنا ولو نختلف مع سي عياض، أنا نعتقد أنه دور رئيس الحكومة والوزراء هو التنبيه وإعطاء المعلومات. مش صحيح أنه فيه جانب انعكاس سلبي ولا ما فما الإخراج، قضية اتصالية في الإخراج. بالعكس بالعكس، لأنه كي تنبع المواطنين يوليوا يقظين، يقظين لأنه هي جوهر مقاومة الإرهاب تجي من يقظة المواطنين. يعني إذا المواطنين مستعدين، لا هذا الشيء لحد الآن هذا نظري، هذا مسار صحيح، مسار عنده أسبابه، لأنه الهياكل اللي تأثر المجتمع مش موجودة. المشكلة في الهياكل، في خليناك تخدم على مشروع متاع القائمات الاتحاد من أجل تونس. ورينا القائمات، هل القائمات اللي خرج بهم الاتحاد من أجل تونس هما حقيقة قائمات الاتحاد من أجل تونس، ولا فيهم حزب اللي واخو بلاصة أكثر من الأحزاب الأخرين برشا؟ والله شوف سريات، هذا معناها موضوع أنا من ما نحطوش كموضوع أساسي، نحب نرجع شوية على قارة المنصب فيما خص خاصة الوحدة الوطنية. الوحدة هذه اللي يخموا عليها هي وحدة مغلوطة. معليش مغلوطة؟ لأنه حتى إذا كان نهضة ونداء تونس وصلوا للحكم، حول ماذا؟ حول برنامج سياسي، برامج سياسية واضحة، أو حول تقسيم الجاتو كما قلت. هذا المشكل الكبير، المشكل الكبير، لأنه أنت عندك مشروع مجتمعي واضح، ولا واحد آخر عنده مشروع مجتمعي ثاني. يا أندرا هذوما فماشي نقاط اللي نجموا نتفاهموا عليهم، والنقاط اللي نتفاهموا عليهم في وسطهم هي السيكوريتي، وفي وسطهم الإرهاب اللي هو يكون مشكلة كبيرة ياسر بالنسبة للشعوب الكل. هو شي يحب الإنسان عايش في مجتمع معين، يحب أولا
الامن لا سيكوريتي نتاعو دو سا بيرسون دي سي بيان يحب انه عنده قفت وينجم يعيش نورمالمون. وفيما بعد تجي لا بارتي معناها يخمم انه انتلكتوالمون والعقائد نتاعو وشنو هي العقيده نتاعو. لكن اول حاجه هي سا سيكوريتي، اول مطلب شعبي واول حاجه يحتاجها الانسان هو الامن. شكرا سي الهادي، اما نرجع لك للسؤال الاتحاد من اجل تونس. نقطة ثانية عايش خوي ايه؟ نقطة ثانية اللي نحب نرجع لك عليها هو أنه نوعية هالانتخابات هذية باراليست وسنبا أن سكريتان إنومينال فيها مشكل كبير ياسر. بيت القصيد كله أنه السكريتان دو ليست ما يخرجش ناس، ما تخرجش حاجة واضحة، تخرج فما اثنين باش يطلعوا من قائمة واثنين باش يطلعوا من قائمة، وتعطي تشتت أصوات كبيرة ياسر، وما تعطيه ما تمشيش للعمق الشعبي، ما تمشيش للعباد كاريمون. الا في اللي نومينال الراجل اللي باش يتقدم الكونديدا يمشي للعباد ويشوفهم ويشوف العائلات ويشوف الناس كل هذا باش يتقدم على جهه كامله، والجهه كامله شوف انا هو الحزب اللي باش ياخذ الماكسيموم، وانا هو وتجي تشتت الاصوات ويجيوا لليست اندبندون، وتولي كل واحد يحد يحب يقدم نفسه، وما ما تعرفش حتى فين باش تمشي. اللي صار في اكتوبر 2011 باش يتعاود بنفس الطريقه مالوريزمون بور لا تونيزي. النقطه الثالثه نجاوبك عليها، انا حاولت من منطلق معين، هو وقتها قرار نداء تونس انه باش يقدم الانتخابات بصفه انفراديه ومنعزله على الاحزاب الاخرى، واحنا كنا في نطاق الاتحاد من اجل تونس. انا بالنسبه لي من نهار الاول كنت خذيت موقف ضد الموقف هذا، لانه هو المطلب الشعبي هو انه الناس كل تتوحد مع بعضها ويصير اتحاد بين الاحزاب الكل، اكثريه الاحزاب اللي نجموا نتفقوا على مبادئ اساسيه صغيره ياسر، ما يهمش معناها شو مبادئ الديمقراطيه، عدم الاقصاء، هالحاجات اساسيه الا نجموا نتفقوا عليها، وقلنا نتقدموا للانتخابات مع بعضنا. نرجع تفاجأت بموقف انه انعزالي بتاع نداء تونس في باريس، تكلمت على مع جماعه باريس ولميت 12 اسوسياسيون جمعيات ومع الاخوان الريبريزونتون تاع الاحزاب، وحاولنا نعملوا قائمه موحده. هي القائمه موحده لانه هو مطلب الشعب التونسي، هو طالب انه تتوحدوا الاحزاب، ما يزينا من لا الثنائي، لا خلي نخرجوا بتونس ساعه من المأزق اللي عايشه فيه من عنق الزجاجه كما يتحدثوا، نخرجوا بها من الوضعيه هذه، ومن ربي يعمل ذيل باهي بعدها يصير ما يصير. انت الاتجاه نتاعك شنو وانا الاتجاه نتاعي شنو، ما في الحقيقه معناها الاتجاه نتاع التوانسه كل واحد ظاهر معناها للعيان انه عندنا لحظه تاريخيه جاتنا شبنا على خاطرها، اللحظه هرمنا من اجلها وقلنا يا سيدي خلي نتقدموا بتونس ونتقدموا نحو الديمقراطيه ونحو الحريه ونحو العداله الاجتماعيه ونمشيوا في ثنيه صحيحه. هالثنيه هذه الصحيحه شنو لانتيري كينوزيني شنو لانتيري دو بي اللي باش لاحظوا انه في عديد الاحزاب وحتى ما في الاتحاد من اجل تونس انه فما ياسر ناس تخمم على نفسها وما تخمم على الليجو، وما نجمناش نخرجوا من الليجو وما نجمناش نخرجوا من مشكله انا كيفاش انا نتقدم وغيري ما يهمنيش فيه، وعلى اساس انا عندي باش علاش باش نتقدم ولا ما عنديش، عندي التنسيقيات اللازمه، عندي العمل اللي خدمت انا على التنسيقيات، خدمت على الخلايا ما خدمتش على الخلايا، علاش خدمت ما عندي حتى شيء، لكن انا نحب نتقدم، نحب نتقدم لانه والله اسمي. يولدي ماشي اسمك راهو هذايا مشروع سياسي، فما احزاب تو ناخذوا حتى في فرنسا ولا في غيرها، فما احزاب تتقدم للانتخابات البرلمانيه وهو ما عنده حتى سلول وما عنده حتى شيء وما عندوش قواعد، جي منه هذا مش معقول. مش باش تتقدم انت انا فلان الفلاني، نكون شويه امبل، نكون نفهم شويه كل حد معناها راهو السياسه ما تتعملش هكاك على خاطر انا، السياسه راهو فيها قواعد، فيها ميزان قوى، فيها حسابات اخرى، فيها المطلب الشعبي شنوما، فين باش تمشي. موقف سياسي ما يتاخذش هكاك ناخذ موقف سياسي على خاطر انا ضر لي باش ناخذ موقف سياسي، لا مش هذا. الموقف السياسي عنده حساباته، عنده اولا
الصراع الداخلي الموجود، ميزان القوى الداخلي داخل الحزب عنده. ثانيا المطالب الشعبية، المطلب الشعبي شنو، المطالب الشعبية والشعب اش طالب، طالب ديمقراطية أو لا. ثالثا الظروف اللي تخليك باش تتقدم وتقول الظرف، الظرف هذا باش ناخذ الموقف هذا. نرجع لك سي هادي سي عياض، أكثر من 50 قائمة أوموين بار سيركونسكريبسيون إلكتورال. مسكين التونسي، أنا نحط روحي أنا غدوة باش نمشي نصوت ونلقى في قائمة ثم 50 اسم 50 حزب، كيفاش نصوتوا؟ هو كيفاش باش يتم التصويت؟ معناها مبدئيا شنو اللي باش يصير؟ أولا باش يكون ثم نسبة كبيرة من الاحتفاظ بالصوت اللي هو لابستونسيون، نعتقد اللي باش تتجاوز 50% حسب هكا توقعاتي انا شخصيا. تحكي ابستونسيون، لابستونسيون تحكي معناها الناس مش تمشي تصوت. عايش كيس يعني 5 ملايين اللي حاسبينهم 5 ملايين يوري 2,500,000 ها نقول لك معناها ما باش يصوتوا، انت تتوقع ما يصوتوا كان شطر معناها 2 ملايين و600 ماكسيموم سوري كاتاستروفي. هو راهو هو في الدول المتقدمه راهو ساعات الانتخابات ما تفوتش 20% راهو مش شرط انه معناها كنسيسوا شعب راهي مش حاجه طيبه راهو فما فرق بين التوعية والتسييس. احنا تو قاعدين نسيسوا في الشعب، تاش معناها نسيسوا فيه؟ معناها الناس كل ولاد طلاب سلطه. احنا كنا قبل انا شخصيا شد بروي ما يهمنيش فيهم، برا احكموا في البلاد كما تحبوا مادام الحد الادنى موجود في اقصى الحالات فما وعي، فما شيء موافق عليه شيء مانيش موافق عليه حاجه تخصني، لكن مانيش طالب سلطه. لانه عموما اولا ما فماش اللعب على العواطف والناس كلها ولا شعبويه سياسويه، وثانيا ما فماش علاش باش نجم نقوم بواجبي في مكان اخر. اليوم ولينا نجيبوا في الناس نغريو فيهم بالفلوس، هما علاش وصلوا بالطريقه هذه؟ لانه القانون الانتخابي تعمل بالطريقه الخايبه. فما جزء اللي قال عليه سي الهادي تماما موافقه اللي هو الاليكسيون بارليست معناها خاطئ تماما، كارثي كارثي. وباش هو يقول قائد باش ينتج نفس هو الخيارات نتاع المرضي، هو يقول لك اللوني نومينال فيه مساوئ ايضا وبارليست فيه مساوئ، لكن انا يا اخي ما عشنا تجربه حتى من ناحيه لا كيوريوزيتي انتلكتويل. احنا ضربنا 3 سنين بور فير كوا، بور برودوير ان موديل كي اكزيست ديجا، عاد ما كملنا بالنظام المؤقت للسلطات وزدناه الحريات العامه والحريات الفرديه وانت باهي باش تصير لابستونسيون وبعد شكون باش تصير عياط؟ بعد عندك معروف اكثر من لوتيير باش يمشي لا نوتوريتي دي بارتي سي كلير. فما معناها انت وقت باش تمشي فما صوره تغرست عند المواطن، فما لي بارتيزون دابور اللي هما الاحزاب الكبرى باش يكون عندهم المناضلين نتاعهم عندهم قواعدهم، الحسبة الكبيرة باش تمشي للنهضة برغم لأن أعتقد أنه قواعدها باش تعاقبها النهضة لأن برشا ملفات ما حسنتش الإدارة بتاعها، وجزء آخر باش يمشي للنداء تونس، جزء باش يمشي للاتحاد قائمات الاتحاد من أجل تونس، جزء الأفاق وجزء الجبهة الشعبية واضح، ويبسلون للقائمات الائتلافية والقائمات المستقلة. هذا هو تقريبا السيناريو، وهذا معناها ما يلزموش علامه باش يفهم اللي راهو اكثر من 50% من المجلس باش تمشي بين النداء والنهضه. انا ما عنديش مشكل معاهم هذوما الزوج اذا كان يكونوا لله، هذا مشروع مجتمعي يدافع عليه وهذا مشروع مجتمعي فما موزايك في البرلمان ويدخلوا ويتحاوروا ايش بيه، ما فما حتى مشكل. في كل حالات انا نمنوا انه البرنامج السياسي لا يوجد برنامج سياسي خاص بكل حزب في تونس، هو برنامج اداري لانه احنا في تونس نعرف روحنا شنو هو اللي حاشتنا. احنا عندنا نسبه نمو معينه يلزمها ترتفع، عندنا بطاله يلزم يقع التقليص فيها، عندنا اصلاحات كبرى تخص القضاء تخص الاداره تخص القطاع المالي تخص التصدير الى اخره، معناها معروفه ببري شنو اللي باش يصير في البلاد. يعني هذاك علاش هما النقاش اكثر على الغنائم الشخصيه اكثر منه على البرنامج السياسي، لانه يكاد يكون الناس كلها عندها نفس البرنامج تقريبا. فالتشرذم هذا نعتقد انه مفتعل وتعمل عن قصد خاصه من الحزب اللي هو مهيمن في المجلس التاسيسي اللي هو النهضه قولوها ولا الترويكا عموما. اذا كان نرجع انا ل 23 اكتوبر، 23 اكتوبر صار لنا نفس التشتت، وكان تتذكر سرياد من غير ما نحرجك انت كنت من المؤسسين، كنا انا وياك من المؤسسين تاع التالف الجمهوري ولمينا 47 حزب وكانت ورينا للناس الكل اصحاب القرار بما فيهم السيد رئيس الحكومه وقتها السيد باجي قايد سبسي، وذاك علاش انا نلوم عليه وقعد ديما نلوم عليه لانه اقتنع بالمشروع وانه الحاجه الوحيده اللي تحت التشرذم هو انه يتلم
وقت 47 حزب معناه 50% من الساحة السياسية. وجبنا برنامج تونسي 100%، قلنا الاستفتاء بالتوازي، لأنه مش معقول باش المجلس التأسيسي ينتصب ويولي هو دكتاتورية جديدة وإلى ما لا نهاية له. وأنا قبلني في مكتبه وقلت له الكلام هذا مع وقتها القيادات التالف، وقلنا له راهو ما هوش معقول، راك يتحط في القانون المنظم للسلطات سنة، راهو المجلس سيد نفسه إذا كان ما تربطوش باستفتاء على الأقل باش يولي عندك القوة السياسية اللي مستمدة من الشعب. وهذه فكرتك أنت سيريال، كنت تذكر وقتها اللي زرتيك الاولانيين كتبتهم انت، وبدينا من الاول قلنا استفتاء على الدستور كامل، بعد قلنا سيدي نعدلوا مع والحقيقه انا وياك اختلفنا، لانك انت قلت لي نقاطعوا، ويمكن يا ريتني سمعت كلامك وقتها ومشينا في المقاطعه النشيطه، يمكن بالمجد لانه طرتنا في المسار. وشو اللي صار سيدي هادي بعد دلسوا علينا؟ ها نقولها دلسوا علينا، وذاك علاش انا جون فو سي باشي، لانه وعدني في مكتبه انه لن يقع تدليس. احنا اسقطونا قائماتنا في التالف الجمهوري، هو التدليس الاولاني راهو صار تدليس معنوي، لانه بالقانون، لانه كي تعمل اقصاء انت اقصيت شطر الشعب التونسي ساعه بدعوه، وانه هو نوع من الارهاب الفكري، وانه هذوما تجمع وما تجمع، وانا قلتها واستبيح دمهم، لانه نعرف انا عندي معلومه، وانه عاملين قائمه نتاع اشخاص باش يتم تصفيتهم جسديا في ديارهم. وقت اللي تجي انت سي بن عاشور وسي باجي معاك وكذا وتقول والله برغم اللي هو من الاول كان ضد، بدي تتاكد هذه لا هذا موجود، هذا رئيس الجمهوريه مسجل عليه، قال السلاح اللي دخل تونس شنو هو؟ قالوا لا هذاك التجمعي، هذا اخي انا بقول فيه انا ما من راسي، ما قلنا يروح ما بعدك روح، تو ما عادش تسطو على حتى شيء، لا اوبليغاسيون دو ريزيرف ولا. انت كنت قبل الانتخابات قبل رئيس الجمهوريه هذه فما قائمه في يا ودي، فما قائمه معروفه، وانا ها نقول وقت الناس خايفه حليت لهم بيرويا يا ودي يخرجوا، لانه الجبن ولانه الخوف. هذا ما هي القائمه سي؟ القائمه عاملينها قوى اللي تعتقد في نفسها هي قوى الثوريه، وهي مش هذه الثوره، ما كانتش فما ناس مظلومه داخل النظام، قالوا هذو الكل سيقعوا تصفيتهم. وقت اللي جيت انا قلت راكم ماشيين حمام دم، رجعوا عدوا حساباتهم وقالوا ما لها تفضحنا، والغيت القائمه، والبعض منهم توقف كما سي محمد الغرياني مثلا، لانه هاكا خرجوه من الحكايه، ولات في حمايه الدوله لانه مسؤوليه، هذه فما تاريخ هذا صار سي منصف البلاد. ولكن احنا شو اللي عملنا انا وسي رياض وقتها والخيان اللي هما القيادات بتاع التالف الجمهوري على فكره هي اللي من بعد عملت نداء تونس؟ انا رفضت باش نكون في الموضوع هذا، لانه نعتبر انه خدعنا سي الباشي، وعدنا وانه ما يقعش التدليس، وقع التدليس، التدليس المعنوي بالاقصاء. تذكر قالوا لنا يلزم المظاهرات، كنا نجمو نمشيو جوز كوبو، ما فماش علاش انا ما لاني سارق لاني خطا، سمحني برب السيارات جوز كوبو ما عندكش الحق باش نحيها، نرجع للموضوع سمحني ايه. وقت اللي كذلك القائمات من بعد احنا ما سقطوهمناش، لكن القائمات المبادره مثلا سقطوهم، هو تدليس ايضا بدون موجب، ثم التدليس اللي هو بالالغاء. مثلا انا في ريانا نعرف روحي بالضبط حسبهم عندي 11000 فوا 11000 صوت تم الغائه، لانه ببساطه فما تعليمات للمكاتب، وانه تعقدش من بلتان 35000 في ريانا برك، في الجمهوريه 400000 انتخابات اللي هي تحترم نفسها، اذا كان فات 10% نسبه القائمات الملغات تبطل الانتخابات، واحنا نعرفوه، انا متربي في دار تاع قضاء وتاع واحد، لكن ما حبيناش، قلنا احنا مصلحه البلاد اليوم اون فو با اتر ان ديليكا افيك لي زورن باش نقبلوا هذايا بما فيها من 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 سلبيات. واكثر من ذلك قلت مادام مشينا وما مشيناش في الاستفتاء، انا اي واحد يجي ضد شرعيه المجلس التاسيسي انا ضده، دونك نجوي لو جو. لكن اليوم يا اخي وليتوا تهدوا فينا في سلامتنا الجسديه، معناها لو باكت سمحني ما طلعتوش في المستوى، شو تدخلوا الراجل باش تقتلوه وخذوا باش تقتلوني انا، هي ومن بعد باش تقتلونا الكل، وداعش في في, في 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 بلاد معينه وناس، معناها انا مانيش ضد كما قلت لك، لاني ضد السلفيين كفكر ولا كتيار من حقه باش يتوجد، ولاني ضد الاسلاميين ولاني ضد حتى واحد، لكن ما تهش السلاح في وجهي، فما قاسم مشترك لحد الادنى، وانه باش نعيشوا مع بعضنا، النقاش السياسي هو نقاش سلمي، مش تهدد فيا انت، والمجلس التاسيسي اليوم يحمي في الارهاب، وقت اللي معناها ما يخليش القانون، معناها يلغي تعسفيا قانون اللي هو موجود ومطابق المنظومه العالميه لحقوق الانسان واللي موجود في العالم، ويعمل اليوم عاملين سيونس ويكلو ما نعرفش علاش، ويعملون انتخابات يعيدوا انتاج نفس الاخطاء، ما كانوش نجموا يعملوا حد ادنى من التزكيه سياس ما كانوش نجموا يعملوا حد ادنى من التزكيه باش ينقص عدد القائمات، كانت فما
بلوزور بروسيدي كنا نجمو نعملوه باش نقصوا عدد القيمات. اذا بالنسبه ليا الشيء اللي يقع هو مفتعل، لكن انا ديما نمل بالذكاء تاع التونسي باش نتجاوزوا هالعقبه هذه، نلقاو الطريقه بور ديجوي هالعصابه هذه اللي قاعده تعمل في المخططات وهالايحاء بالوهم. خاطر احنا في التالف الجمهوري كانت تذكر تضربنا من داخل وجي لامبرسيون لي سي لي ميم بروتاغونيست كي رفعوا ميم سيستم، نفس الاشخاص اللي رجعوا للسين هو الاتحاد وناجل تونس واللي باش يضربوا لدى تونس اليوم الدخل وهو كمان يا اخي وقتاش باش نفيقوا؟ نحب نفهم انا نفس الاشخاص موجودين نحب نفهم وقتاش باش نفيقوا وفعلوهم من جديد باش يضربوا لدى تونس من الداخل نفس الاشخاص هم متطوعين. هو فما وهم، فما بيع الوهم وانه فما اراده دوليه وفما معناها كما الوفد هذا تاع الكونغرس اللي جاء هذه زياره وديه بنا سيفها انت سي محسن مرزوق توظف فيها كانها زياره رسميه وانه تزكيه من البيت الابيض لنداء تونس وللنهضه، غير صحيح. لا وجود لعلاقات رسميه بين البيت الابيض والنهضه ولا مع نداء تونس. قال لك هذه امور خاصه بكم برا دبروا روسكم. منصف جوجا سي منصف كان نحكيو كلامتين على الاقصاء، شفنا القيمات وشفنا رؤساء القيمات خاصه في الاحزاب الكبرى. النساء اللي هبطوا بعشرات الالاف ومئات الالاف في الصيف اللي فات في تونس. النساء اللي هبطوا في المظاهره نتاع 13 نوت نتاع مناول. السنا في الاحزاب الكبيره نلقاو في حزب نداء تونس وفي حزب وفي حركة النهضة دو تيت دو ليست في نداء دو تيت دو ليست في النهضة. اش معناه؟ هذه اون بروميير ديسكريميناسيون. ما ثماش كانت ديسكريميناسيون اللي لعبت ضد النساء. وين هم مئات الالاف نتاع الفلاحين التوانسة؟ ما همش ممثلين اترافير رؤساء القيمات؟ وينها الإدارة التونسية؟ الإدارة التونسية اللي فيها مئات الآلاف الإطارات اللي وقفوا واللي خلاو البلاد باللي صار عليها منذ توا برسك 4 سنين والبلاد مازالت واقفة رغم الداء ولا عداء. هالإطارات متاع الإدارة التونسية الكل يخشبيهم مغذوبين عليهم ما يضحيوش دجور اللندما كما قلناها المرة اللي فاتت. لقينا رؤساء القيمات اسونسيالمون رجال أعمال ولا محامين. معناها سؤال يا سي المنصف يا اخي، احزاب سياسيه اللي نتعاملوا معاها ولا روتاري ولا منظمات نتاع اعراف؟ غريب الامر يا سي المنصف. صحيح هو يعني اسهل في محلها، واعتقد انه الراي العام خاصه ديمقراطي. سامحني ونسينا ما حكيناش على الشباب، خاطر الشباب مغيب كومبليتمون من البروسيسوس من البروسيسوس. معناها براتيك ما حقهم عملوا لنا قانون اللي عنده اقل من 75 عام ما عندوش حق يشارك في الحياه السياسيه. هي البار نتاع 75 ما حقهمش نحاوها، كانوا ينجموا ينحيوها، اما في عضو يقولوا ما يشاركوش اللي فوق من 75، حقهم يقولوا ما يشاركوش اللي اقل من 75 سنه. كما قلت لا يعني ولو هي مع كل احترامي للولد راهولي نحييه قال بطريقه هزليه، لكن تعكس واقع حقيقي. معناها واقع حقيقي في انا يعني ما زلت في الحقيقه نقرا في القائمات، يعني نجم نقولوا من الناحيه السياسيه ومن الناحيه السوسيولوجيه كما ذكرت انت سرياض، وقع ابعاد ممكن نسميهم القوى الحيه في البيت، النساء، الشباب، الفلاحين، القادرين على التغيير الحقيقي يا سي المنصب، النخب الإدارية، النخب الإدارية إلى غير ذلك، الفلاحين يعيش يا سي المنصب، الفلاحين راهم باز نتاع المجتمع نتاعنا. هي هو نقلب سؤال، كيفاش تعاملت القيمات؟ في خلاصة، أنا أعتقد أن الأحزاب المكونة المشهد السياسي كلها يمينها ويسارها مهما كانت موقعها كلها مكونة على أساس الولاء للزعيم، هذا بالأساس مازلنا مفهوم القبيلة السياسية. لا مازلنا في نموذج الولاء للزعيم اللي تأسس على أساسه الحزب الحر الدستوري وكان في مرحلة تاريخية طبيعي، رغم أنه الشعارات الديمقراطية خارج الواحد فهمت تتناقش ديفورماسيون عملوها الزعيم كان هو المحور متاع الحياة السياسية داخل الحزب وخارج الحزب. فالولاء للزعيم هو في الحقيقة توا هذا المرجعية اللي على أساسها وقع في كل الأحزاب، في أغلبها باش ما نزيدوش، في أغلبها بعض الأحزاب اللي الولاء هذا كان يتلون بطريقة أخرى. الولاء لأنه أحزاب متاعنا مازال تخضع
إلى الزعيم الذي لا يعارض من داخل حزبه ومن خارجه. ما يحبش ناس أخرين غدوا في مجلس النواب يجيوا ضد قرار. مثلا نعطي مثال، إذا أنت ماشي في اتجاه تحالف بين النهضة ونداء تونس، بطبيعة يلزم إبعاد كل الناس اللي تمشي ضد هذا التحالف، وما تنجم تحط رؤساء قائمات اللي رؤساء قائمات لأنهم عندهم إلا الناس اللي باش يمشيوا معاك في المرحلة القادمة. دونك هذه الزاوية، هذه الزاوية. ونظرا للسلطة المطلقة لكل رؤساء الأحزاب تقريبا داخل أحزاب بتاعهم، فيعني تفرضت هالقائمات اللي خلق ردة فعل عنيفة في كل الأحزاب بما فيها النهضة اللي هي حزب عقائدي وإيديولوجي وإلى غير ذلك. ما نحكيوش على نداء تونس لأنه فما وهم اتباع بعد 14 جانفي في 2000 أنه دخلنا مرحلة ديمقراطية وأنه النموذج متاع المرحلة الديمقراطية هي التعددية الحزبية والحوارات. فالصحيح كي صح الصحيح يعني تقسيم السلطة، نرجع للولاء للزعيم. علاش وإذا اتفق زعيمان مش من باب الموضوع؟ إذا اتفق زعيمان وخاصة في باريس من 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 الأشياء مثلا، لماذا لماذا نشوفوا ناس كل تستغرب رؤساء القائمات رجال أعمال؟ أنا شيء إيجابي نعتبره لأنه مش عقل الحياة السياسية يزينا مزينا من اللي ريبريزونتاسيون فولكلوريك وشعبوية وغير مسؤولة وناس تقول اللي جاء، نعتبرها خطوة إيجابية. ولكن هي ما تعملتش بالقصد هذا، هي تعملت لأنه الناس هذو فهموا اللعبة السياسية وجعلوا أموالهم الكل في خدمة زعماء. ونجم حتى عد يعني ونجم من هذه من الانتخابات الفائتة راسي سيريا، وهم متنقلين يعني رؤوس الأموال دائما كما البدو الرحل يتنقلوا، يعني وين فما المرضى فين فما العشب فما الواحد يقعد في الحزب اللي طالع وفما عنده زعيم قوي يحطوا الرحال متاعهم. هذا ما زدنا لأنه هذه المرحلة الاجتماعية، ولكن أعتقد أنه رغم ذلك إيجابية. وين المشكلة؟ المشكلة أنه النسبة متاعهم بالنسبة لعدد الناس من الفئات الاجتماعية الأخرى، فما فئات مش لن تمثل في المجتمع، فما فئات ستقصع نهائيا. أنا رغم أنه يتكلموا باسم الأركام الشباب، رغم أنه تشوف حاولوا يتعاموها هذا شو حبوا يوصلوا له ما لن يقع. طيب شوفوا شوفوا أنت مو طرف خط في الانتخابات، أنا منيش طرف، منيش طرف، أنا داعم معناها لا ما أنا داخل في العملية الانتخابية، لكن أنا في اعتقادي فما فئات مش من خاطر ما نجموش نرجعوا ديما فما 1.5 مليون ما وقعش تمثيلهم في المجلس في المجلس السياسي السابق. 1.5 مليون شنو هي الشريحة الاجتماعية اللي مثلوها؟ صارت شي دراسة مفروض تكون شكون هم 1.5 مليون؟ يعني هي مش حكاية عددية، التمثيلية للفئات الاجتماعية إذا بقراءة سريعة رؤساء القائمات غير عادي له، وتلك هي هذاك السبب باش خلق لنا أزمات اجتماعية كبيرة، خاصة أن النسيج الاجتماعي تفتت. يعني ولينا نحسبوا طرف في الجهات، وهذه يعرفوا الناس اللي دخلت في القوائم في تمثيلية، تمثيلية القبائل والعروس مفهوم في اللعبة الانتخابية موش واحد، لكن الفئات الاجتماعية وقع الطبقة الوسطى مثلا اللي هي أكبر متضرة وهي ركيزة الدولة الحديثة. ما فيش دولة حديثة وعصرية وإذا قاعدة تضرب الدولة توا، وإذا زادت الدولة التونسية تمكنت من التصدي من الوقوف على ساقيها، لأنه الطبقة الوسطى إلى حد الآن قاعدة متماسك. الطبقة الوسطى سيكون تمثيلها ضعيفا في المجلس النيابي المقبل، والسبب أنه رؤساء الأحزاب أو الأحزاب بصفة عامة اللي عندهم مسؤولية جماعية وقت جاءوا ما عندهمش مشروع للمجتمع على أساسه، جاءوا عملوا قائمات باش يدافعوا على المشروع، لا، فما حسبة سياسية متاع توزيع مراكز قوى للمرحلة القادمة وهي تقسيم السلطة، تقسيم مراكز السلطة يعني بين مختلف الأحزاب. هذه من مساوئ النظام يعني الجمهوريات المبنية على الأحزاب كما الكاتريام ريبوبليك في فرنسا، وتؤدي أخيرا إلى كوارث. وانتهت فرنسا خرجت منها من عام 59، وانا اتصور انه ممكن هذا المسار ماشيين فيه، لانه هذا ينبأ يعني استركتورالمون
على أنه المرحلة القادمة باش نعرفوا أزمة عميقة عميقة في القيادات السياسية اقتصاديا واجتماعيا. شوف سيلهادي سمحني سيلهادي نحب نتفاعل مع المنصف شوية نقول أنه شوف لمدة 50 سنة أو 60 سنة عشنا ثقافة الحزب الواحد وعشنا ثقافة الولاء وعشنا ثقافة الانتهازية. هل هذه كله رغم ما نجمش نحيه في 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 ظرف عامين أو ثلاثة معناها بالله باش تقول الحزب الأحزاب الكل هم متكونين حول الزعيم حول الزعيم الواحد حول الحزب الواحد ثقافة كاملة ترسخت في التوانسة وجات هالثورة هذه هي في الحقيقة والله أنا في عدة مرات نقول كل فيه في عدة مرات نقول النخبة حقها معناها وما نحبش أن نتحدث عليها الكلمة هذه ديما يقولوا ليش معناها ايش قلتها أنت قطعة إبستيمولوجية الثقافة معناها الثورة تعمل في الحقيقة قطيعة إبستيمولوجية وسيدنا محمد حتى وقت اللي جاء عمل قطيعة إبستيمولوجية بثقافة جديدة وممارسات جديدة فسرنا فسرنا هذه شنيها الإبستيمولوجية خطر أنا ما فهمتهاش كجل التوانسة ما فهمتش معناها الإبستيمولوجية فسرنا الإبستيمولوجية فما ثقافة معينة في وقت معين تجي ثورة وتقوم بثورة تقطع مع الممارسات القدم اللي كانوا موجودين الممارسات القدم هذه فما ناس اللي باش تقوم بهالعمل هذايا وبالقطع هذايا النهائي مع المسلمات القدم اللي صاير توا اللي نعيشه فيه في تونس الوقت الحاضر نعيشه في مش حتى هذا برك وخرنا التالي مؤخرين التالي ما احنا ما قدمناش في حد شيء وخرنا معنا حتى الممارسات اللي نشوفوا فيها توا الاسقاط يا سيدي فماش الانتخابات اوليه لا فما حد شيء كل حزب يرجع للرئيس نتاعه ولا للفلان الفلاني وهذا راضي عليه وهذا ما مش راضي عليه باراشوتاج سيستيماتيك معنا لا فما لا ديبريمي لا فما ان اورغانيزاسيون سيريوز نتاع استشاره نستشيروا الناس لا فما معناها نقدموا السيد اللي اختاروا رئيس الحزب خويا نقدموه للقواعد باش يعاون الاخر نقدموه لهم الاخر نقولوا لهم يا السيد يعاونوه السيد هذا ما فما حد شيء فما انت ماكش موجود لا وجود لك بما ان الزعيم وبما ان الرئيس وبما ان السيد هذاك قرر أنه فلان فلاني يكون في هو الكونديدا متاع النهضة ولا متاع نداء تونس ولا متاع حزب معين على الجهة هذيك سمحني سيلهادي وكان ما تساندش وكان ما تساندش ما تساندش يصير كما اللي قاعد يصير تويكا يسيبوا عليك فما التجميد ثم تسيب الميليشيات ثم تسيب ثم سمحني يا سيدي ربي قمنا احنا باش تخاف انت تو نقول كلمه خلينا نقول كلمه ما يسالش قبل مالا اذا كنت تقول لي انا كنت الناظر قبل فين كنت تناظر فين كنت تناظر اذا كان تخاف من مشكل انه باش يسيبوا عليك فلان ولا باش تخاف من مشكل انه باش يقولوا فيك ما يقولوا شي يحبوا مش هذا الموضوع احنا من الويه تحررنا من الويه تحرر هذه الكل الويه اللي صار كله اذا كان اوني انكابابل احنا كتوانس دو دير نو سي اوني با كابابل دو دير نو شي شو اللي عملناه تيمو وصلنا كيما قبل وارتحنا ويا سيدي يا ربي يحييك وربي يعيشك على الاقل فما امن وامان وعلى الاقل فما امن وامان بالفعل اذا كان باش تجي تقول انا لا والله موافق نعرف عليها انه قدو باش يسميني امباسادور وباش يعطيني بوست نتاع وزير شو انا هو البوست نتاع وزير ما كنت تنجم قبل وكان لما لحس شوية وتقربت شوية راك وليت وزير لا التلحيس لا سامحني ماهوش مشكل يا سيل هادي جيفو كوريش يا سيل هادي جيفو كوريش سامحني أما اللي يعرف لا يا سيل هادي اللي يعرف الإدارة التونسية سابقا واللي يخدمه واللي يحصل له الشرف باش يخدم تونس اترافير الإدارة التونسية التسميات كانت تصير خويا على أساس راهو الكومبيتانس والولاء كان موجود الولاء موجود مع الولاء ما كانوش يسميوه نامبورتو كي يسميوه ناس كومبيتون هو سيريال سمحني ايه؟ وكان حطينا الرجل المناسب في المكان المناسب حتى من وقت الاستقلال حتى لتو راي تونس حاجة أخرى لأنه أخذينا ناس يا سيدي أنت نظلت تفضل نظلت ولا تربط في الحبس ولا إيه خذ جراية وسيب خلي المؤسسات الاقتصادية تخدم على نفسها المؤسسات الاقتصادية كيف نشوفوا تونسير الناس اللي الدولة على تونسير فيني لا كومبيتانس
فين لا كومبيتونس في 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 لوباد؟ فين لا كومبيتونس في 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 مهما مؤسسه في في ستيغ في غيرها؟ جينا جينا من حبتينا ديما الناس حسب حسب الولاء وحسب هذا ينتمي لفلان وهذا للعائله الفلانيه وهذا مش العائله الفلانيه. هذا 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 واقع عشناه الناس كل ما عرفوه. عايش خويا فين ماشيين بيه فين باش نوصلوا؟ لا كنا نجمو حرجني حرجني خاطر انا كنا نجمو نتقدمو اقتصاديين اقتصاديين بصفة كبيرة كليون كليون اسيدو يا خويا لكن الغالب الغالب سير هادي كل حالة حرجني حرجني خاطر انا كليون اسيدو نتاع الترونسبورتور ناسيونال تونيسير والترونسبورتور ناسيونال يهز فينا لافريقيا وسي غراس او بيلوت وغراس او بيرسونيل او بيرسونيل دو تونيسير اللي احنا قاعدين نخدموا على رواحنا ما نزلوش برشا على تونيسير يعيشك تونيسير ولا غيره يا سيدي هذه راهو فيها برشا مناضلين وفيها برشا خدامه لا 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 كل اداره تونسيه كل اداره تونسيه كل اداره تونسيه فهم داير فهمتني غلطا نعم لا لا فهمتني غلطا راهو انا مانيش نتكلم على على لونسومبل دو بيرسونيل نتاع تونيسير انا نتكلم على الرؤساء المديرين العامين اللي وقع اسقاطهم ليش نتكلم على بس فعلا مع سيدي سيدي تفاعل ما شوف خاطر قاعد قاعد نعس على على المونغالا او ميم طون بربي كليما على الفوت يوتيل خاطر تويكا السؤال السؤال في الحلقات في الحلقات السياسيه في تونس ثم برشا ناس ماشي ماشي في بالها تتصور قاعدين يخدموا على لي سونداج حزب الفلاني جاب 51 والاخر جاب 40 والاخر جاب 30 يتقاسموا فيها الكعكه وكملوها على خاطر الامور مش بتصير هكايا مش ثابت اللي هي بالسير هكاي التونسي اليوم اللي سنسيبل كما قال سي المنصف البكري للإسقاط وباراشوتاج راهو الباراشوتاج مش باش يتعدى أنا ما تصورش التونسي اللي يحترم الدربو واللي يحترم نفسه أنه يصوت الإنسان اللي لا يتي باراشوتي كالكبار وقع إسقاطه في بلاسة اللي نورمال ما يكونش فيها بالكل الخطر هذايا مهيش أمور قانونية أمور أخلاقية بحتة والسياسة عكس اللي يقوله زعيم متاع حزب كبير في تونس السياسة أخلاق أو لا تكون سلياد. تفضل تفضل سي عياد أنا تفاعل مع سيليادي وبش فيه الإجابة على التساؤل متاعي أنا اللوم خاصة على الكبار مفروض نقدروهم وأنا ديما نقدر الكبار نقول البلد تمشي على كبارها وإحنا مهما كان يعني أنا شخصيا ثم بروفيرب أفريكان حلو ياسر يا عياد ثم بروفيرب أفريكان حلو ياسر يقول Un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. يوريك قديش احنا الفرقة نحترموا كبارنا ونتبعوا كبارنا مادامو كبارنا يفرزوا. أما كيف كبارنا ما عادش يفرزوا وجبنا باش نفيقوهم. مش نفيقوا رواحنا خاطر هو بلا صفة باش يفيق ولا يقعد مع كامل احترامي ليه. شوف سيدي أنا لونشينمون مع السيدي هادي وقت اللي يقول ما تبدل شيء لونشينمون خاطر هو كوارجي هذاك علاش قلت لونشينمون صحيح في السياق هذاك برغم اللي السياق هذاك علاقه بالكوره هذيك في الكوره في الكوره وقت يقول سيدي فما جزء موافقوا فيه وجزء لا وقت يقول راهو ما تبدل شيء بعد 14 على مستوى الحزب الواحد ولازمنا وقت باش نتعلموا هذايا نوافقك وانا ما تبدل شيء اما نوافقكش وانا لازمنا وقت باش نتعلموا التونسي حي ها نقول لك انا متربي وللاسف من الناس صحح رقعة هنقولها لك على قد صحت رقعتهم هما أنا باش نصحح رقعة اللي تجاوزوا التسعينات اللي هو يتغل في الضعف انت عياذ ما شاء الله عليك قوي في الميدان هذا أنا تنقول لك أنا مرض نفسانيا هنقولك أنا في وقت من الأوقات مرض طلعت لي التونسيون هنحكيها على الهواء لأنه هذايا ماذا بيا الناس تعلم منه طلعت لي التونسيون على أج دو 33 أن بوتيتر 17-11 وقت مشيت للطبيب نفساني قعد يحلل في الحالة متاعي قال لي انت والدك رديته اله قال لي ولدي باش تمنع من يفوت وي لو بير هذا هو الموضوع وهذا قالها سيدنا علي راه قال ما تربيوش ما تربيوش ما تربيوش اولادكم على كيفكم على خاطر راهو تخلقوا الجيل ماهوش جيلكم احنا للاسف مرضى في تونس بالاب بورقيبه بعده جاء بن علي بعده جاء فهمتي سي الباجي في الجنب نتاع النهضه سي راشد غنوشي تو قاعدين يالهونا في سي المرزوقي عن طريق سي الدايمي وغيره بحيث هذا هو لو بير الزمن الجميل انت اللي تسمي فيهم هذوما اللي بعد 90 والمفروض ياخذوا التقاعد نتاعهم ويرتاحوا ونحطوهم في قروصنا ونرجعوا لهم كما قال صديقك الافريقي كبيبليوتيك وربي يطول في اعمارهم هما دخلوا في السيركوي وما خلوناش لو بيبل تونسي ان با انكور ايمونسيبي
أكوز دو سي جون لا ها نقول لك أنا وهذا على اليمين وعلى اليسار. أنا ما عنديش مشكل باش نتناقش مع إسلامي شباب كيفي كيفو وباش نلقاو حل. أنا ما أنا نمن باللايكية وهو يمن بالدولة التيوقراطية ونجمو نلقاو تيران دونتونت ونحكيو فرد لغة يعرف شو معناها إنترنت، يعرف شو معناها فايبر، يعرف شو معناها مساج، يعرف شو معناها شنو صاير في العالم، يعرف شو معناها طيارة ومشي وجاي وبزنس وسويفت وإلى آخره. مش نحكي مع إنسان اللي هو مش فاهم جاي ويفرض عليا في رأيه ويقول لي هكا. سي دي جون كي اونتروتونو سيت باثولوجي سوسيال. أنا حسب رأيي سيت اون باثولوجي، وأنه إنسان ماهوش حر في إرادته وينتظر في التعليمات اللي باش تجيه الفوقية من عند زيد ولا من عند عمرو. ولهذا هذا هو الحل. الحل اليوم سي رياض يفو توي لو بير، يلزم التونسي يقلب الطاوله. يا سي عياض ما عادش تقولها يا خويا، ما عادش تقول لا 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 كومبلكس دو دي باش نقعدوا نفسروا حتى واش بينا ندعوا له جوستومون. خاطر ثم انا قلت ثم مواطنين ربما ما يفهموش الاكسبريسيون وتصيرش مصيبه في البلاد اللي احنا نحطوها على الناس على القدر في البلاد هذه. احنا نحبوا اليوم ثوره على القيادات المنصبه اللي نصبت نفسها واغتصبت اراده الشعب، وخاصة إذا كان القيادات هذه تجاوزت الحدود المعقولة متاع إنسان يفهم. هذه ناس ما عادش تفهم وباقي قاعدين ينظروا قاعدين يربطوا في حاجات ما تضربتش ويحبوا معناها يوفقوا بين الذي لا يقع فيه التوافق. وفي الأثناء شو قاعد صاير؟ ترهل الدولة، الإرهاب قاعد يمتد، التونسي قاعد يتفكر، الزبلة قاعدة تزيد في البلدان. شو معناها؟ هذه خدمة لمخطط واحد ينجم الناس اللي تحب تخرجنا من بلادنا. وانا هنقول لك هذه هي الصهيونيه العالميه تحب تخرجنا من البلاد. لا تخرجوش في السيناريو هذا، هذا هو لانه كيف تمشي كيف تمشي الزبله في العالم في البلاد الماكينه الكماين نتاع الزبله بعد 14 جانفي تتحق، شنو علاقتها بالثوره؟ عياذ عياذ العلاقه الوحيده اللي عندها بالثوره هو انه محب يمسخ البلاد. نو مونوبوليس با لا بارول يا عياذ. ميرسي يا سياد. انا نقول لك يلزم نشوروا على القيادات هذه باش نفرضوا الاراده بتاع القوى الحيه اللي قال عليها المنصف في البلاد في اختيار قائمتها. وانا نقول لك حاجه اخيره، في كل ولايه هناك رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثه من قائمات مختلفه اللي هم ينوروا الوجه واللي هم يمثلوا جهات خارج الاستقطاب الثلاثي وخارج رعاه الارهاب. طيب نرجعوا له هذه كيسيون اخيره سيدي. التيتر نتاع العنوان نتاع الميسيون هو وين ماشيين؟ وين ماشيين يا سي منصف؟ هل الانتخابات هذه حل ولا هل النتائج نتاع الانتخابات اللي جايينها باش تولي لو ديبي دي بروبليم، هي باش تولينا اول المشاكل؟ لان في اعتقادي الانتخابات تنجم تكون جزء من الحل كما تنجم تكون جزء من المشكله كبيره، خاطر لحد الان مش ثابتين. هو في الاساس يلزم باش تكون جزء من الحل يلزم تكون تصير في اجواء اللي في اللي المواطن ما يلزمش يمشي المواطن يصوت وهو خايف. خايف ما يلزمش المواطن يصوت وهو خايف، يلزم يصوت مطمئن على المستقبل لانه باش يصوت للمستقبل. الشيء الثاني يلزم يصوت القناعات، هذا شيء ما صارش لان الى حد الان ما فماش برامج، ما فماش حتى واحد من الاحزاب ما جاء قال هاو برنامجي للمستقبل. ما نحكيوش على الحمله الانتخابيه. الشيء الثالث الـ يعني الـ الانتخابات باش تصير في جو في واقع اقليمي مختل متطور. تو نهارين رئيس الجمهوريه الفرنسويه فرانسوا هولاند حكى على الوضع في ليبيا وقال عليه انه فوضى عارمه تهدد تونس، تهدد تونس، وان تونس في خطر على اساس انه هو معنا خايف على النموذج الديمقراطي. خايفين عليه في الواحد. المهم انه ينجم قلب وجعه يعني الوضع في ليبيا، ينجم انفجار الوضع في ليبيا باش تكون عنده تداعيات خطيره على الوضع السياسي والامني، السياسي والامني في تونس. والطبقه السياسيه قاعده تتصرف، قاعده تتصرف كانه الخطر هذا قاعد معناها في غواتيمالا ولا في افغانستان كي قبل، هو على الحدود. سير هادي دقيقه شويه شويه برك نرجع لك، باش نرجع لك سي منصف في الكونكلوجيون. يا سير هادي هل تتصور اللي هو هل الانتخابات هذه باش تحل المشكله ولا باش تولي لو دي بي ولا باش تولي هي بيدها مشكله؟
والله سي رياض كيف قال سي منصف معناها في حيرة كبيرة للإنسان، لأنه وقت اللي تشوف القائمة الكل والترشحات بالصفة هذه العشوائية تقول أنت معناها فين مشي تو فين باش نمشي والانتخابات أنا برأيي معناها صعيبة ياسر باش تكون جزء من الحل صعيبة كان ما ولاتش مشكلة في الظروف كان ما ولاتش هي بدا مشكلة الرهنة هذه وفي الإرهاب هذا وفي الخوف هذه اللي نحبوا نخوفوا الناس وش معناها الإرهاب هو نظرية الخوف معناها باش نخوف الناس وكهو هذوما الأشياء هذه اللي قاعدة تصير توا ياندرا والله محتار الجواب صعيب لأنه ما تهيئناش على مدة 3 سنوات حبينا نخرج من المأزق هذا مأزق الإرهاب هذوما الناس استشهدت التوى ما نعرفوش شكون قتل شكري بعيد التوى ما نعرفوش ما نعرفو شيء إلى متى باش نقعدوا باش نقعدوا ونتحثوا على ديمقراطية منقوصة ديمقراطية لا فيها ديمقراطية تشاركية الناس معناها الكونديدا باراشوتاج وإسقاط فين ماشيين يا سيدي فين ماشيين بتونس الرهاب اليوم جسدي الرهاب ليش الرهاب قصيت عليه وقلت باش نعطيك كلمه باش نرجع لك باش نرجع لك انت الفكره قصيت عليها على الانتخابات سالتني سؤال وقصيت عليه وقلت نرجع لك فهمت الفكره في ليبيا امتداد الوضع شنو اللي صار في ليبيا تو في شهر جوان صارت انتخابات ولا قلبوا عليها صار البرلمان ولا خرج برلمان ديمقراطيا منتخب ولا شنو الوضع في ليبيا الناس اللي مرضاتش بنتائج الانتخابات عملت حرب والان سيطرت على المطار وفكت البلاد والبارح الحكومه اعلنت ان ما عادش سيطر على الواحد هذا الخطر دعم من بعض الخطر هذا راهو ما تقولش تونس بعيده عن النموذج هذا بعد قلك احنا معاهم سامحني في اي ممكن غدوه نتائج الانتخابات ما تعجبش اطراف معينه ينقلبوا على انتخابات وعلى نتائجها ونجموا يوصلونا الوضع كما هذا هذه المشكله الاساسيه ووقت الارهاب يلقى مش الحرب الاجتماعيه انا موجوده باش يلقى مجال كبير باش يزيد يخدم في تونس ولذلك اذا ما نربطوش قضيه الانتخابات بالارهاب ونكتفيوا بالترديد لا احسن حل ضد الارهاب هو ان نعمل انتخابات سيدي فيو سلوغان سيدي نيمبورت كوا سلوغان بيو خاطر الانتخابات في حد ذاتها ماهوش هدف شكرا يا منصف شكرا الارهاب اليوم الارهاب جسدي وارهاب حتى في على سور لو بلان تاع ليكسبريسيون اليوم فما ارهابيين ثم ميليشيات مسيبه على الشبكه العنكبوتيه ناس مفرخ صغار ونساء اللي ما عمرهم عندهم حتى علاقه مع الحادثه حياه سياسيه لا من قريب ولا من بعيد ولكن ابوني في دار سيفلان ولا في ديار سيفلتان تسب على لونغور دو جورني في الرجال وضع فريمون متأزم اليوم يسوفي دو بارلي دو فوت يوتيل قال واحد درنيرمون في الفيسبوك مسؤول سابق كبير قال الفوت يوتيل أراه ربما أقرب للفوتيل من اليوتيل اليوم في الحلقات دو بلوز ان بلوز في الحلقات متاع الناس اللي هما وطنيين يقولوا بهال المود دو سكروتان كون نوزا امبوزي ان فيني المود دو سكروتان اختاروا حزب معين اختارته الترويكا وحطته على الطاوله المود دو سكروتان هذا نو كوريسبون بوتيتر با او بوزوان تاع الشعب التونسي هالمود دو سكروتان هذا خلانا اليوم باش نختاروا ما بين الحزب هذاك والحزب الاخر على اساس القائمات دو بلوز اون بلوز دو فوا ليبر اليوم فما اصوات حره في البلاد اش تقول تقول بيسكو فما باراشوتاج بيسكو الاحزاب يكومبري الاحزاب الكبيره هذيا ما عندهاش برنامج ثم حل والحل موجود الحل هو انه كل تونسي يتحمل مسؤوليته كل تونسي باش تجيه 50 قائمه وفي القائمات ثم رؤساء قائمات فيهم الباهي فيهم ناس اللي هما اصيلين المناطق نتاعهم فيهم ناس اللي هما انتجر ناس نظاف ثم فيهم ناس اللي هما مقتدرين يا تونس صوتوا للناس النظاف والمقتدرين وما هوش تلوج على الحزب خطر الأحزاب متاعنا كلها فراجيل الأحزاب راهي خليقة جديدة مازالت الديمقراطية متاعنا ما خلقتش أحزاب حقيقية عياد في كلمتين شقولك في اللي قاعد يتقال في الحلقات الوطنية اليوم للأسف نقاشات مش مقنعة معناها فارغة انت ضد الفوت هذا للناس الكومبيتون والانتجر
لا انا فسرت لك السكروتان بار ليست بالطريقه هذه وبالليميتاسيون تاع 40% وبالديسبرسيون مش باش حتى شيء. عطيتك بالضبط شنو باش يصير. وانا الحقيقه نتمنى كما قلت انت وانه تكون فما مسؤوليه عند التونسي، ونعتقد انه المجتمع المدني نجم يلعب دور في تاطير الناس هذوما عبر حلقات نقاش، لانه في كل ولايه في كل منطقه نتاع انتخابات فما كفاءات ممتازه تنجم تمثل. يعطيك الصحه سياد سي المنصف الخبير خبير في السياسه. يعني السؤال هل تو بارتاج البوزيسيون؟ يقول لك الناس كل واحد اون توت مي كونسيونس يزم يصوت للانسان اللي هو معناها يمثله احسن تمثيل في المنطقه نتاعو. انا اعتقد فوتي يفو فوتي اون سون مي كونسيونس، مش هذه حكايه البوتيتيل يعني حكايه فارغه عندها حتى ما تعني حد شيء. اللي احنا الهدف نتاعنا انه الناس تصوت عن قناعاتها، نعتبره ارهاب سياسي، مش تحطني قدام الامر المقضي كما يقولوا قبل شوازير اونتر لا بيست لا كوليرا. لو كوليرا تعرف الحسين عنده اكسبرسيون قال حطونا في سيتواسيون اما تبوس اللفعه ولا تطيح في البيت. هذا بروفيرب بربري. لا هو سيدي كلمه اخيره. انا نشاطرك الراي على طول. المشكل اللي تحطينا كأن أونوتاج، كأنه التقدمين والديمقراطيين تحطوا أونوتاج، تحطينا أونوتاج بصفة أنه يلزمنا الإسلاميين أونوتاج ولا ننتخب بصفة أراه خطر بنحكيه وشحنا على حركة النهضة. حتى حركة النهضة فيها برشا مشاكل وفيها ناس وطنيين اللي هم ولا وقتاش في حزابهم. أنا حبيت نقول كأن تحطينا أونوتاج صحيح. الكلام اللي قلته أنت أنه الناس تنتخب الناس اللي قريبة لها، الناس النزهة، الناس اللي غدوة تخرج برلمان يتحدث لغة أخرى، ما نشوفوش المأساة اللي شفناها سابقا مدة 3 سنين والعرك والمشاكل اللي صارت في المجلس التأسيسي. شيء يندى لها الجبين معناها الحقيقة توا على الأقل إذا كان المجتمع الوطني المجتمع يفيق والمواطنين كلهم يفيقوا أنه يلزمنا نصوتوا للناس إلا نعرفوهم، مش حكاية فوت إتيل وما فوت إتيل. فوت كذبة كبيرة مش منها، خاطر الفوت إتيل كيس كيل فيه يلفا دوني لمام زفي ولمام كونسيكونس اللي صاروا من قبل يفا برودور لمام زفي كل دارنيار فوا. ونقفوا على الكوكوجيو هذية. شكرا سير هادي بن زرتي ناشط سياسي، شكرا دكتور منصف جوجة محلل سياسي، شكرا عياض اللومي، نتمناه الشفاء العاجل لخونا محمد علي نصري ربي يشفيه ويعفيه، نتمناه لبلادنا الخير وربي يسترنا من التيروريزم وربي يسترنا من هالمافيات والعصابات اللي هي تصبط على تونس. أعزائي المشاهدين عزيزات المشاهدات تصبحوا على خير وإن شاء الله في فرصة قادمة على تلفزتكم المفضلة الحوار التونسي. شكرا.